طيب خلينا اروح لظاهره عايز اتوقف عنها شويه. في دلوقتي طبعا انتوا عارفين اولمبيات الباسكت دلوقتي بيلعبوا الارجنتين من الفرق الكبيره جدا اللي حصلت على كاس العالم مرتين، الجيل اللي بيلعب دلوقتي منهم ناس لسه موجوده. في لاعب انا عايز اتكلم عنه، لاعب اسمه سكولا. اللاعب ده عنده 41 سنه، 41 سنه سكولا. سكولا ده احسن برغم سنه 41 سنه، برغم ان هو اهو ده دي صورته، بس يا جماعه خلوا الصوره دي شويه. الصوره دي اولا هو مش بدقن وشعر ابيض كده، ده الاتحاد الدولي. انا جايب الصوره دي منين او احنا جايبين الصوره دي منين؟ من على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكره السله، الصفحه ذات العلامه الزرقاء، هم جايبينه وحاطين له دقن وايه وشعر. طيب مين الشعر ابيض يعني؟ طيب مين اللي معلق تحت ده؟ ايجور، ده لاعب كره قدم. كاتب يقول ايه؟ كاتب يقول وان داي انه في لعيب اسمه كامبازو، لعيب بيلعب دلوقتي اصغر منه، ولعيب تاني اسمه نيكولاس، لعيبة الصغيرين اصغر منه ب 15 سنه، هو عنده 41 سنه، اللعيبه دي عندها 28 29 30 سنه. بيقول في يوم من الايام اللعيبه الصغيره دي هتعتزل ومش وسكولا ده مش هيلاقي اللي يبصيله. يعني سكولا هم هيعزلوا هيعتزلوا قبل منه ريتاير وكده وبتاع، وهو هيفضل في الملعب مش هيعتزل، فمين هيبصيله؟ هو طبعا بيضحك وبيهزر طبعا ان سكولا قدامه عشرات السنين ان هو يفضل في الملعب بالمنظر ده، يعني يلعب 10 سنين كمان يعني مفيش مشكله خالص، وان اللعيبه الصغيره هتعتزل قبل منه مش هلاقي حد يبصيله. طيب ارقامه ايه في في في, في الاولمبياد؟ ارقامه بيحط في كل نقطه في كل ماتش 19 نقطه 19.6، يعني نقول 20 نقطه في الماتش. 50% الفيلد جول نسبته، يعني كل محاولاته على الباسكت بيجيب منها 50%، ودي نسبه عاليه جدا. لعب خمس اولمبيات، اللاعب ده لعب خمس بطولات، بطوله اولمبياد خمسه، 41 سنه وخمس بطولات اولمبياد، يعني بيلعب وهو عنده 21 سنه او 20 سنه بيلعب اولمبياد وعمره 41 سنه. طيب هوريكم صورته بقى، دي صورته وهم عاملين يعني يعني حاجه زي فانتزي كده او 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 كوميديا. هوريكم صورته الحقيقيه، هاتوا لنا الصوره الثانيه كده يا جماعه. دي صورته الحقيقيه بقى، دي اخر صوره ليه وهو بيصوب في احد المباريات. صورته يعني باين عليه السن بس مش بدقن وشعر ابيض جامد كده، فدي صورته. طيب ده انا بعتبره اسطوره الاساطير. ليه اسطوره الاساطير؟ اولا اللاعب ده عمل لعب في الام بي اي حوالي 12 سنه، لعب في اقوى دوري في العالم 12 سنه وفرقه قويه جدا. طبعا انا عايز حلقه كامله عشان اتكلم عنه. اللاعب ده مش بس لعب 12 سنه على مستوى المنتخبات، واخد مع منتخبات بلاده 2 كاس عالم. يا جماعه الاسطوره لازم يكون عمل مع النادي بتاعه او على المستوى الشخصي نتائج جامده جدا، وعلى مستوى المنتخبات وعلى مستوى المنتخبات برضه نتائج جامده. ده الاسطوره، انه راجل حتى وهو على السن ده. وعلى فكره انا عايز اقول لكم، منتخبات الارجنتين والدول دي انت لما بتروح تشارك مع المنتخب ما تاخدش فلوس، يعني هو بيلعب ما بدون مقابل، بيلعب منتخب بلده عشان هو شايف ان شرف ان يلعب مع منتخب بلده في السن ده، وهو لو اعتذر ما حدش هيقول له حاجه. فالاسطوره لازم بيكون عمل مع مجد شخصي لنفسه، اسامي والقاب ونفس الوقت مع منتخبه، وفي نفس الوقت هو بيلعب 41 سنه واحسن ارقام مع منتخب بلده، كان لازم نجيبه قدوه لكل اللاعبين.